يعني زينب، محطتنا التالية مع الحرف السورية اللي شكلت حالة جمالية وبصمة مميزة وبطاقة عبور اجتازت الحدود، لكن مصدرها اليد السورية بامتياز، يلي كانت هاي اليد وما زالت هي الحارس الأمين. طبعا مثل ما بنعرف الحرف السورية يا زينب بتتميز بأصالتها بعراقتها وبتميزها باللمسة، يعني اليد السورية هي دائما يد مميزة بجميع الحرف. أكيد رح نتطرق لهذا الموضوع، ولكن رح نعرج على الجديد أيضا بحرفة صناعة النحاس مع شيخ الكار عدنان تنبكجي أمين سر هيئة مدربين حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني عم حكت سالي بالمقدمة انه خلينا نبلش شوي على الجديد. اهلا وسهلا. خلينا نحكي بالجديد بصناعة النحاس، يعني المتميزة واللي حضرتك عم تعمل مزج بين الحاضر والماضي مع الحفاظ على العراقة الدمشقية بصناعة النحاس. خبرنا شو الجديد اللي عامله هلا. يسعد صباحكم. اليوم الحرفي يعني ما له جديد عليه، انه في افق مفتوحه، الحاضنه ساعدت على هذا المكان الاستراتيجي انه يكون الافق تبع الحرفي مفتوحه. احيانا الواحد بيكون حرفي عنده اشياء بده يظهرها بورشته، ما راح يقدر يظهرها لانه ما راح يتكيف بالجو اذا كانت الورشه خاصه فيه لحاله، بينما وقت بيكون تجمع كثير من الحرفيين ساعد هذا الموضوع على انه دمج واستنتاج حرف مدموجه. في خطوط حمراء للتراث السوري، في خطوط حمراء على انه ما نحن نغير المعالم، لكن الافق مفتوحه بالعصرنه ونتابع النحاس مع الرخام، النحاس مع الخيوط النحاسيه، النحاس اليوم كمان في تنوع، في عندك السكب النحاس، في عندك الصفايح النحاس، الحمد لله المجال اليوم مفتوح، حتى دخلنا موضوع النحاس مع الخشب، النحاس مع الصدف. يعني مواضيع كثير حلوه وعم تهم الحرف وعم تطور الحرف وعم تساعد. اليوم اللي بيحب النحاس لقاه مع الصدف وما بيحب الصدف، خلينا يحب الصدف مثلا بطريقه غير مباشره، وهذا الموضوع لقى يعني استحسان وعليه طلب، والحمد لله يعني رغم الظروف الصعبه والاقتصاد للاسره عم يكون شوي صعب اليوم، الا انه الحرفه والتحفه عم تكون وتكون بمظهر حلو، صدقيني الواحد بيقطع عن نفسه وبيقتنيها، لانه هي كمان بتساعده فيما بعد اذا اعتاز ممكن انه يعطيها للغير وبيرجع ثمنها وبيربح فيها ما بيخسر فيها. نعم نعم. يمكن يعني دائما مواكبه خلينا نقول الجديد نعم. بكل شيء هو ضروري كثير نعم. وخاصه بتطوير الحرفة وليس تشويه معالمها، يعني نحن دمجنا هون ما شوهنا المعالم، مشان هلا اللي بده يقول تمام حافظنا نحن عليها واضفنا الى عنصر جمالي اخر من الحرف السورية، مو دخلنا للنحاس شيء حديث مثلا، لا خلينا نحن الحرف نعم. السورية. خلينا نتوجه الحاضنة الدمر، هي الحاضنة يلي فتحت بوابة لكل حدا عنده صحيح. موهبة، لكل حدا حابب يتعلم، لكل حدا حابب يعطي، فحكي لنا عن برامج التدريب. بالإضافة إلى ما ذكرتي أنه كمان لكل حدا عنده إبداع، يعني اليوم اللي صاحب الإبداع بيجي بيوثقه بحاضنة الدمر المركزية وبياخد الاختراع صح. وبيستثنى إذا كان عنده إبداع أنه يوصل لموضوع شيخ الكارت بعد ما يخضع لموضوع الاختبارات اللي هو لازم يمر فيها. من وجه العناية من خلال شاشتكم الكريمة الشكر الكبير للأستاذ لؤي شكو والأستاذ كمان ناجي الحضوي ولكل زملائي لمساعيهم اللي إن شاء الله حتكون مجدية إن شاء الله بالتشابك مع وزارة الاقتصاد وسيد وزير الاقتصاد إن شاء الله، عن طريق كمان ما قصر الأستاذ سائر المدير هيئة الدعم وتنمية وترويج الصادرات على أنه يدعمونا بمشروع الكهرباء. اليوم الكهرباء كتير عائق على أنه تكون المسيرة يعني ماشية، الكهرباء هي العصب تبع كل الحرفيين، وعدونا إن شاء الله والأمور ماشية وقدمنا دراسة يعني. لوزارة الكهرباء على انه يصير دعم ويكون في اعفاء من التقنين على الاقل بساعات العمل. هون بنستقطب ناس بيفيدنا هذا الموضوع بالتعليم، بيفيدنا بالموضوع بتطور حرف، بيفيدنا بموضوع بالقوه الانتاجيه، بدعم الاقتصاد، وان شاء الله يا رب الخطوات لاحقه. كمان في عندنا معرض اكسبو، دعمونا بمعرض اكسبو، هذا المعرض الدولي اللي بيحلم كل واحد يشارك فيه بدبي،
دعمونا ولو المكان صغير، وان شاء الله المرات القادمه بيكون اكبر. نحن شحنا بضايعنا هلا لمعرض اكسبو دبي. حلو. وان شاء الله رح تسمعوا اخبار حلوه. شيء هلا تم شحنا بس بيع صار لسه ما لسه عارف. هلا احنا اخذنا ان شاء الله عن طريق وزاره الاقتصاد هيئه دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه هيئه دعم وتنميه وترويج الصادرات، دعمونا بهذا المشروع على انه ناخذ شهرين بمعرض اكسبو. نعم، يعني مثل ما قلت ان شاء الله هيك صوتك يكون وصل بالنسبه لموضوع الكهرباء، وخاصه للمستثمرين للصناعيين للحرفيين. نعم. لانه هن بالنهايه هذا العسل بده يحرك حركه الاقتصاد بالبلد. نعم. خبرنا قلنا انه في مشاركات باكسبو بدبي، في مشاركات ثانيه داخليه خارجيه جديده هيك عم تحضروا لها اليوم؟ خلينا الحلقه كلها شكر كمان شكر كبير للاستاذ ايهاب اسمندر مدير هيئه دعم المشاريع الصغيره، انه وعدونا كمان مشاركه بمعرض ببغداد، انه يكون نحن عندنا كمان مشاركه باسم الحاضنه. هذا شيء رائع جدا. اليوم في التشابك الشكر الكبير لوزير السيد وزير الصناعه وكل الطواقم اللي عم تساعد هي الحاضنه، لانه فعلا مشروع وطني هادف نبيل بدور العجلة الاقتصادية بنمي الأسر الحرفية. نحن عم نحكي أسر حرفية اليوم، مو بس حرفي، الحرفي عم يساعد على أنه زوجته تتعلم، بنته تتعلم، ابنه يتعلم. نعم. بنته تتعلم، يعني كله هذا الأمر فعلا عم يصير أسرة حرفية متكاملة، وما في احتكار اليوم لعائلة معينة تحتكر بهذا الحكي أبدا، عنا ممنوع. والأفق مفتوحة لدورات التعليم، دورات التعليم قائمة بهي الحاضنة، خرجنا وعم نخرج، وكمان الحمد لله اليوم يعني انا وعم حكيك هلا بيكون عم يصير اتصالات لحاضنة الدمر المركزية على انه يكون بكل الاختصاصات الحرفية، حتى بمادة الطهي، بتصميم الازياء، بكل انواع الحرف عم يتواصلوا على انه يتعلموا. اللي ما عنده قدرة عم يصير تشابك مع هيئة دعم المشاريع الصغيرة على انه هن يدفعوا نوعا ما المصاريف تبع هي الدورة. ونحن كمان فاتحين ايد العون، لانه هي الحاضنه رح تولد اجيال واجيال واجيال. هذا حلم الاستاذ لؤي شكو مدير الحاضنه، وان شاء الله نحن متماشين معه لانه فعلا مشروع وطني وهادف. نعم، خلينا ايضا نحكي عن مهرجان بايدينا بايدنا. نعم. قديش هالمهرجان كان مهم مشاركتكم فيه، يعني قديش ضمن هالمهرجان قدرنا نحن او ضمن المشاركه في المهرجان قدرنا نحقق شيء؟ يعني المشاركه هي مهمه بكل المجالات. الحقيقه المكتب الاقليمي لاتحاد الاسر المنتجه انا شاركت بشكل شخصي، الا انه شويه معارف فكروا انه المشاركه عم تكون باسم الحاضنه. طبعا ما في فرق، انا واحد من هالحاضنه وشاركت باسمي الشخصي بفريق عملي، ما في مشكله. انا بقدم كل التحيه لاصحابين الايادي البيضاء بهذا المشروع. في عندنا ما يقارب شيء 80 85 اسره، هدول الاسر المنتجه كان اداره منتظمه منظمه عم يساعدوا. تصوري يعني بهذا المهرجان عم يشوفوا اي وحده ما عم تبيع عم يساعدوا انه يتواصلوا مع الزوار ويساعدوه على انه تبيع هادف. واليوم الاسره اللي عم تقدم العمل تبعها مو بالضروره تكون هي ماديه، الا انه الموضوع معنوي. وقت عم تشتغل كنزه صوف مثلا بتاخذ لها بحدود ال 20 يوم، او بورت كلي، او قطعه تحفه فنيه عم تساويها، وبيجي مين يقتنيها اكيد هي رح تنبسط ورح تستمتع. اذا كان قيمه ال 10,000 ولا 20 و 30,000 ليره هي اكيد مو ما رح يعملوا لها ثروه، وانما هدول رح يكون لهم معزه، انه هدول انا صار عندي ثمره نتيجه عملي بمساعده الاتحاد الاقليمي تبع الاتحاد مكتب الاقليمي الاتحاد الاسر المنتج. نعم، يعني هلا جايين على طبعا صرنا بشهر 12 اليوم. اول يوم شهر الاعياد والمناسبات ونهايه السنه، ان شاء الله كل عام وانت بخير. الحاضنة في عندها حسومات معينة؟ انتم كهيك شيوخ كار عاملين حسومات، عاملين شيء جديد لهالمناسبات، افكار جديدة؟ خبرنا شو كلام حلو كثير، ما شاء الله اسئلتكم كلها مجدية. نحن قدمنا اول شيء دورات مجانية. هلا ما في واحد شيخ قار عم ياخذ ربح بهذا الانجاز اللي عم يقدمه، سواء انه عم يعمل منتج له او يساعد بموضوع الدورات. احنا عم ناخذ تقريبا نص واقل من نص القيمه بالنسبه للدورات، واجا دعم من هيئه المشاريع الصغيره على انه يتولوا هذا الامر. اذا اليوم الواحد عم يتعلم مجانا. صحيح. يعني انا بناشد خلال شاشتكم انه كل واحد يتعلم،
هي اللي احنا الثروات اللي ورثونا اياها ابائنا واجدادنا، اليوم عم نقدم لكم اياها مجانا. بدنا شوي نشجعكم على انه تجوا وتحضروا هاي الدورات، وبشجع الصبيه كمان اليوم ما تخجل ابدا الصبيه، لانه لها وجود بالمجتمع غير اول 100% اكيد، وعنصر فعال. يعني بتمنى يتسارعوا على انه يسجلوا بهي الدورات، وبعدين الوحده ما عندها مثلا فرصه بها. احنا في بالنسبه للدوام عم نتكيف بالدوره، احنا الدوره عم تكون من 10 اشخاص تقريبا نظرا لموضوع كورونا، عم نتكيف كيف ما بدهم، الوقت بيناسبهم. يعني اليوم في تعاون وفي اداره منظمه تماما. نعم. يمكن هذا كمان الموضوع اللي جدا مهم، انه الوقت، يعني مثلا نعم. سيده متزوجه بتخلص امور بيتها وفيها تلتفت كمان لموهبتها لاي قصه، يعني كمان الطالبات اللي هن كمان يعني في عالم بتدرس. الحمد لله من معاهد هلا مشاريع التخرج عم يجوا يشوفوا انه يا الله يا ريت انا ساويت مشروع التخرج هون. لحنا مشاريع التخرج لكل الصبايا والشباب يجوا لعنا، اول شيء بيشتغلوا بايدهم، ناخذ الافكار بننمي لهم اياها، دمج الحرف كلها مع بعضها. اذا هون مشاريع التخرج كلها عم تكون بالحاضنه يعني بشكل كثير، وبعدين باقل التكاليف تماما. اهم شيء يشتغلوا بايدهم كمان، يعني أكيد. اليوم ما بدنا الواحد يتخرج ويروح يقدم مشروعه لاي مكان وما بيعرف عنه شيء، هون خطوات العمل وممكن يشتغل بايده، بيوثق الحكي بالتصوير، بصير هو استمتع اكثر وبيعرف وترسخ بذاكرته على انه هذا المشروع التخرج. نعم. هو سوا بحاضنه الدمر المركزيه. نعم، نحن بنتشكر وجودك وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. هيك كمان بما انه مشاركين باكسبو، وان شاء الله المعارض الثانيه تكون كلها مميزه لكم، تتوفر لكم كل الظروف حتى فعلا نحن خيارنا انه نكون بهالبلد ونبني هالبلد ونشتغل لهالبلد، فان شاء الله هيك تكون الظروف المواتيه افضل ان شاء الله لقدام. شكرا لك ان شاء الله. الله يبارك فيك وبركز على موضوع الكهرباء. نحن كل مين بيساعدنا وكل التحيه لهذا المشروع، انه اذا بيساعدوا بانه يتابع بموضوع تقنين الكهرباء، مو بس وزاره الاقتصاد، وزاره الصناعه والاتحاد العام الحرفيين، كل مين بيقدر يساعدنا نحن الشكر الكبير له، وانا بضرب له تحيه أكيد. انا وزملائي، لانه هذا مشروع كثير رائد ومهم وبيساعد على ان شاء الله يا رب هيك يوصل صوتك، واكيد الكهرباء تتحسن عندكم كحاضنه. نعم. وعند جميع العالم، ومثل ما بنعرف يعني كثير متوجهه الانظار، وكثير هلا في مشاريع داعمه للطاقات. نعم. المتجدده، ونحن كمان بنثني عليها لانه هي جدا مهمه بمجال الارتقاء بالاقتصاد وبالصناعه. أكيد. والصناعيين مثل ما بنعرف الطاقات المتجدده هي هلا بالوقت الحالي هي لازم تنفذ، ان شاء الله يا رب هيك تبصر النور وتتنفذ. شكرا لوجودك معنا صباحكم شيخ الكار عدنان دنبكجي، شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.